وانا قلبي كان اهديته ليك، غلفته بورق الحنان وربطته بريدك شريط، تمرته في نيننا العظيم، رسلته عبرك للمحيط، رجحته تاني عليه عجل، ضمخته في رمل الشمال، رقصته بالسيف في الشرق، وسمعت نبضاته بتدق دق دق دروق نقارة في اقصى الغرب، نزلت مطر على الجنوب، رجحته للمقرن فجر يلقي السلام، صبحية لعامل نشيط، ودحته أسرجت الهيام في صهوة الشوق الشديد، زينت بعنوان هواك وكتبت فيه إهداء بسيط. مشاهد برنامج مساجلات في كل مكان داخل وخارج حدود الوطن الحبيب، لقاء جديد الليلة وسهرة جديدة نتمنى تستمتعوا بها كلكم بضيوف من العيار الثقيل وموضوع مهم جدا. تيسير مساء الخير عليك. مساء الخير مشاهد، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الشروق ومشاهدي مساجلات. وزي ما شاهدتوا أو سمحتوا من مجاهد، هو حديث عن السودان، السودان بكل التنوع، السودان بكل البيئات، والسودان بكل الثقافات، وكل هذا التنوع اللي بيشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. نتحدث اليوم عن الشعر الشعبي. الشعر الشعبي بنعلم جميعا هو وعاء حامل للثقافات السودانية وللموروث الثقافي السوداني، معرف باللغة واللهجة المحلية في كل مساحة سودانية للقومية، لينتقل بها في دروب مختلفة. فسعداء اليوم نكون في حضرة السودان وفي رفقة الشعر الشعبي، في رفقة مجموعة من الشباب المميزين وأصحاب البصمات في الشعر الشعبي. خلونا نحييهم جميعا ونرحب بهم. مرحب بك إبراهيم جابر، مساء الخير عليك. يا ساتر إذا المحبوب نكر ريدك ويتم فرحتك عيدك، براك سويته بإيدك فليه بتلوم أجاويدك وكنت بريد وبتفاخر. يا ساتر إذا الأحزان بتفرح بيك، بتكتب في حدق عينيك شجن تقراه يوم باكر. ويا ساتر إذا الدرب الوهبت خطاك سرق مشوارك البرجاك هناك في تقاطع الخاطر. ويا ساتر إذا وإذا ويا ساتر أقيف حيلك وكفكف دمعك السادر، إرادة ربنا القادر وقد خلق الظلام ليلك يصوت قلبك الباهر، قمر شاهر فكون شاعر إذا شاعر بحزن الناس وخوف الناس وضيق الناس وزيف الناس حكاوي الناس، وكون شاعر إذا شاعر بإنك خيط شعاع نادر بتفتل للشمس غنوات جلاليب ليه صباح باكر، وكون شاعر إذا قادر تكون شاعر، وكون شاعر إذا قادر تكون شاعر. مرحب تيسير مساجلات، مرحب مجاهد كارير، مرحب بالساده الزملاء. شكرا ابراهيم، حباب سلام يا اخي منورنا حباب جدا والله العظيم. حبيبك حبابك عشرة، حبابك نصر الدين الفحل. وبيننا وبينكم مشوار الفه وشوقك مدد، ولمة ناس بيناتهم عرفه، واحلى سلام في اجمل مشهد يحكي معانا الطيبه الساميه الصافيه، وبيننا صلاه الحب تتوحد. لك التحيه مجاهد، والتحيه لك تيسير، والتحيه عبركم لمشاهد قناه الشروق ولهذه القناه الجميله ولبقي لكل الضيوف، لكم التحيه والتجله. نورتنا كثير، يديك العافيه. التحيه لك برضو امتثال عبد الله، منورانا جدا لنا ومساء الخير عليك. وانا يعني من زمان بعرف عدل المايله، ويعني اللي الهموم صنديده دائما وشايله، ما بهتم بزول يقول القايله، ما بعمل حساب للدنيا اصلا زايله، وارجع لي ورا ساس الجزور والعائله، تلقاه الكرم دفق جداول سايله، مين شنت الجزور وانا هسي فيهم قايله، يا عز يا اهل دونكم سماي انا مايله. ويعني من زمان بالعزه كان وصفوني، ومن قلت الجدود عزه ويقين الدوني، ما ضليت طريق شان مره هم يهدوني، وطمرت الصدق مالياه ست معوني، والفعل القبيح مكتور دوام من عرفي، ومين شين الصفات دائما من شين الصفات غداه دائما طرفي، للخل والصديق دائما بصون وبوفي، ما بطلب محال دائما بقدر ظرفي، وما ودرت لا في فارغة ببذل جهدي، والفعل القبيح ما ودرت لا في فارغة ببذل جهدي، وتضل الطريق بنوري دائما بهدي،
من زهر العلم باخذ الرحيق لشهدي بنهر في العلم من مهدي لا علا حدي وبتناس عزاز لين الكرم موروس الجود والكرم جوانا كان مغروس ما بين كل يمين جمينا يا من نفوس ومرقن ما فتر لا مرة سكن السوس ومرقن ما فتر لا مرة سكن السوس. أهلا بكم مشاهدي قناة الشروق وأهلا بك مجاهد أهلا بك تيسير وأهلا بالضيوف كمان. تحية لك يا امتثال ونزار السراج إزيك يا أخي ملونة جدا والله. مرحبتين حبابك وحات الأنزل الإخلاص ونوح والجاثية ما بنساك لو ذاكرت صبحة ناسية برغم العوازل والظروف القاسية يبقى البيننا أقوى من الجبال الراسية يا مديسا مثل ليل الغلابة بدمسة من رقة حديثك ماخذ الفن لمسة يوم يعجز لساني عن الصياح والهمصة بقصم لك بحبك بالأصابع الخمسة بحبك بالأصابع الخمسة. مرحب بك تيسير مجاهد كاروري نصر الدين الفحل إبراهيم جابر امتسال عبد الله سعيدين أيوما سعادة بتواجدنا معاكم ونتمنى إننا نكون ضيوف خفيفي الظل على مشاهد قناة الشروق. احنا سعيدين بكم جدا كلكم والله وبحضوركم في اللوحة ان احنا بنحاول الليلة نرسمها بخطوط وألوان السودان وتكلمنا إبراهيم عن الشعر الشعبي في التقدمة بأنه الشعر يعني بتكلم دائما في انطباع أو صورة ذهنية كده عند الناس لما يتكلم عن الشعر الشعبي فهي دائما بتجي البطانة أو بادية الكبابيش ولكن اليوم نحن عايزين نتحدث عن السودان والشعر الشعبي وحمله للموروث الثقافي خلنا برضو نتكلم في الجانب ده في إنه الشعر الشعبي سوداني ومساحتنا السودانية بتحمل المفردة الشعبية هي زي ما المدن بتتشابه يعني بأقاليمها وطريقة حياتها ومواطنها تعليمها الريف السوداني عموما أو الريف حتى خارج السودان يعني عند العرب البدو زمان الريف واحد لأنه طريقة حياة وطريقة معيشة طرائق حياة معيشة الرعاة في كل أصقاع الدنيا بتخليهم همومهم واحدة يعني بيعتمدوا على الطبيعة على المطر بيعتمدوا على القش والشدر بيعتمدوا على في حياتهم على ما هو موجود بشكل طبيعي ومتوفر إذن احتياجاتهم واحدة وخوفهم واحد يعني عنده بهايم في البطانة بيخاف لهم من الضياع زي الزول اللي بيخاف لبقره في كردفان من مرفعين مثلا إذن حتى اللي بيخوفنا واحد الحاجة دي تيسير خلت المخيلة الشعبية بصورة عامة بسيطة وأقرب للطابع الإنساني عشان كده الأدب الشعبي يعني غير ممل يعني محبب لأنه جاي من ذاكرة جمعية وبسيطة يعني ما قروا له أنا ما دار أنتقد الناس القراية القروا الشعر قراية عديل وكده لكن داك بيطلع على السليقة يعني شعر في قعدة في لمة المرة الحكامة ممكن تغني في ولدة ممكن تحمس الرجال الشجعان لفعل خير الأهداي ممكن يغني في بيت سمحة وفجأة تكون حديث الغرى الناس كلهم يسمعوا إنه فلانة دي غنى على شاعر فلانة معاه بيت سمحة الناس يتقدموا له وكذا الشاعر مش لسان حال قبيلته بس إنه هو داعي للجمال يعني حيث ما شاف الجمال وغنى له الناس ادعت له وكردفان عموما كردفان ترابة غناي ربما انه كثرت المردومه اللي دق عليه التراب ذاته بقى مدوزن بشايب باحساس والناس مدافعين على الفرح يعني دارين سبب سايف الرحم يعني الليله نزار سراج دجانا طوال احنا لمينا له ممكن المسيد عمل مردوم النقارة ماشي بعيد ولا ساون اللي بيجروا ولا بتدفعوا ما عارف شنو ولا صاله بتطلعوا في ساحه صح بتدقوا نقارتكم الصبيان بيجوا كروا غنوا الكدو الغبار وقف فوق خلاص دي الملمة يلا الغنى فيها والشعر فيها وكافة الأعمار يعني عندها قدرة على الكتابة يعني انت كما بتكتب هناك في كردفان همك حكام يا ابوك هداي يا خالك هداي انت على طول قاعد تحفظ ده بنطبق في كردفان بنطبق على 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 بادية كل السودان على بادية البطانة لكن نحن بصراحة نحن كردفان شوية إعلاميا ما طالعين
في الكفر زي ناس البطانة. ناس البطانة دي مرقوا بدري وقريبين للبلة يعني. بتاع الظهور شعر البطانة دي أنا حاجة أسأل منها نزار في فترة، لكنها استنادا على كلام إبراهيم يا نصر، ذكر نقطة مهمة جدا. إبراهيم قال إنه الجو العام بتاع الريف البوليد الشعر الشعبي بيخليهم هم متأثرين بنفس الأجواء العامة، فالمخرج بيكون قريب من بعض. أنا عايز أسألك من باب المنطقة الشمالية مثلا، هل المفردة أولا بتاعة كردفان وبتاعة البطانة مفهومة عندك تماما؟ طيب هي محلية كل قبيلة أو كل ريف مفرداته ما هي مفهومة لكل الناس، ولو كانت مفهومة ما كانت أخذت محليتها. أيوة. فالمحلية مخليها إنه كل منطقة كل قبيلة كل ريف عنده فلسفة محددة في طرح المفردة ببساطة ذكرها أستاذ إبراهيم، فإنها هي نحن حتى من حبوباتنا من ناسنا من بيوتنا عندنا مفرداتنا اللي هي مكونة موروثنا الشعبي. طيب المفاهيم هي يمكن الآن يمكن وسائل التواصل الاجتماعي لها الدور الكبير في إنه أنا ألاقي نزار الإعلام ومثال حلقتكم دي تلمك من شمال وجنوب وشرق وغرب. التواصل الحاصل ده خلى المفردة تبقى هي مفهومة، لأنه لما نقعد واسمع من نزار ويديني محليته الغميصة وأشيل منها وأديه بتبقى بعد ده الانصهار التمادج الانسجام اللي بيحصل المحيطة متشابهة زي ما قال إبراهيم، فالمفردة بتقدر من الصياغ تفهم. هي من الصياغ، لكن برضو هي المحلية حقتها خصوصيتها محفوظة. أكيد. يعني أنت لو مشيت لنزار بيقول كلام يعني صعب جدا كل أغاصي السودان ده هم يدخلوا مع نزار في نفس المساحة حقته يعني. عشان كده ممكن يكون المفردات حقت الدوبيت في مرحلة أو مراحل كثيرة كده عند الناس ممكن تكون ما قادرة تخش مع نزار. الناس المربوطين بتشابه ريف نزار ذاته أقرب ممكن يشوف، لأنه بيتكلم عن الجمل في حتة محددة كان في الصحراء في غيره في 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 في, في, في ال 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 حال الريف حقه. ففي ناس قراب حتى هو جبال كان بيذكر انه في 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 حتى برا السودان هو في ناس العرب الناس قريبين من بعض الاشعار الدوبيت يفهموا لانه البيئه متشابهه في جزئيات، بس ما كل السودان هو متشابه. المحليه موجوده في الصوره الذهنيه المكونه دي اصلا عندهم، فقبوله فعلا بيكون اسهل. وانتم بتتكلموا عن تكوين ذاته للشاعر، يعني لنا لما نتكلم عن شاعر شعبي بيخرج باللهجه او اللغه المحليه والمفرده المحليه امتثال للآخر، بالتأكيد عنده تكوين خاص. يعني الشاعر الشعبي ما أي زول بيقدر يكتب شعر شعبي، فعشان كده المعرفة والمشاهدات والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، في رأيك الخاص شنو التكوين الشخصي أو ممكن يكون ذاتي للشاعر الشعبي؟ هو الشاعر عموما مفروض يكون معونه اللغوي ملان جد ثقافته. أنا عن نفسي لو تكلمت عن الشاعر الشعبي ما حانكر حافضح روحي انه علاقتي بالجزور ضعيفه، نحن هنا من درمان يعني لكن جزوري شنديده من القرايه دي ما بتقدر تجيب لك وسطيه اصلا. لكن انا قاعد اقول انه بما انه انت شاعر دي قناعتي انا في الشعر، انت رسول لسان حال امتك يعني او مجتمعك او كده. انا يعني قاعد اجتهد خالص عشان اصل المفرده الشعبيه، لو حتى مشيت لمتني مناسبات بأهلنا بالجزور بكذا بكون حريصة إنه أعرف لي مفردة جديدة، أعرف ثقافة جديدة، أعرف حاجات جديدة. فبما إنه أنا شاعر لازم يعني أو أنا شاعرة لازم يكون عندي يعني ثقافة من أي وأقدر أثيق وأتكلم عن جزوري أو عن الشعر الشعبي عندنا مثلا في منطقتنا. حريصة جدا. يمكن يكون هو يعني غير المفردة حتى الموروث الثقافي الموجود في العادات والتقاليد والأشياء المعروفة. بالضبط. أنا لما أتكلم يعني ممكن إبراهيم جابر لما يتكلم يحكي حاجاتهم هناك، أنا لما أتكلم بحكي حاجات ما عند ناس إبراهيم جابر. صح. فكل زول بحكي ثقافته أو إرسه أو حاجاته هو جاي البيئة جاي منها. يا سلام عليك. بناء على كلامه أنا هي ذات تتكلم عن ثقافة الوسط واستعرضت الجزور. ولزوم الثقافة للشاعر. بمناسبة الثقافة دي نزار، الدوبيت كلونية معينة من الشعر انت يعني احتاج جمهورك انه يسمعك انت بتقراها. الدوبيت ده حق وين؟ حق ناس منه يعني؟ والله الدوبيت ده حق نبرانا الموجود هنا ده. أيوة. حق الشعب السوداني خالص. هو دوبيت اصلها فارسي يعني. أيوة. في اللغة العربية دوبيت بيتين
حتى أنا لما طلعت على الدوبيت الفارسي لقيت وزنه مغاير ومختلف تماما. طلعت عليه؟ أي طلعت عليه ولقيت وزنه مغاير تماما عن وزن الدوبيت الموجود عندنا. فكنت بتشاور مع الدكتور محمد الفاتح أبو عاقلة من هنا برسل له التحية. حيوه من هنا. قال لي أنا زار الدوبيت شعر سوداني خالص. كرر لي ما يقارب 5-6 مرات. وفعلا الحاجة ده أنا اقتنحت بها تماما إنه الدوبيت البحر الموجود في بحور الدوبيت الموجودة دي هي بحور سودانية خالصة. كنت في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. كنت عايزك تتكلم عن مشاركتك هنا. لقيت شعراء الخليج هناك ما يقارب 45 شاعر من دول عربية مختلفة. لمن كانت الفقرة بتاعتي أنا طلعت قريت نزل أبدو إعجاب إعجاب يعني غير 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 عادي يعني بالوزن بالمفردة فهموها. شوف أنا ضد اللي بيقول إنه لهجتنا السودانية دي ما مفهومة للناس. أنا شايف إنه لهجتنا السودانية دي في إشكالية إنه كيف نحن نقدر نوصل حاجاتنا للمجتمع الخارجي. لكن الوسط مفهومة. الأزمة اللي عندنا هي أزمة أزمة وصول ليس إلا. فلما وصلت رسالتي أنا وصلت لهم مفهومة تماما يعني. حتى بعد انتهت الأمسية جوني ويش هذا الطرق نبي نتعلم هذا الطرق بلهجتهم هم يعني. فيعني ده يدل على إنه هم دوبيت تركتهم فعشان ما استعصى عليهم الحاجة دي حتى جبت لهم أمثلة بلهجتهم النبطية يعني ما لي غير أحبك وانتبه البرهاني همي صون ودك والصدق عنواني أفديك بحياتي الغلا ووزاني دامك في عيوني وخاطر وجداني قلبي انت نبضة وبوصالك عيدة لا تجرح شعوره بالجفا وتزيده دام انه مسير في هواكم سيد حب غير حبك ما يبي وما يريد. طال عمرك. اديتكم مثال بان يا اخي نحن دوزنا بلهجتكم النبطيه انا كتبت لكم كده. يا سلام. ابنوا عليه. انا فالفكره عجبتهم جدا جدا. الله يديك العافيه يا نزار. انا حاقف في النبطيه دي وحنطلع فاصل سريع جدا وحنجي مواصل الحوار ان شاء الله. خليكم معنا ماشيين وجايين. حبيكم من جديد في مساجلات وهذه السهرة اليوم الشعر الشعبي. وكنا بنتكلم عن الشعر الشعبي في دروب مختلفة. تحدثنا عن الدوبيت ويمكن نحن إبراهيم لما يتكلم عن الشعر الشعبي بيتكلم عن مسؤولية ثانية عند الشباب أو هو يمكن يكون عند الكثيرين اتهام. يعني من أغراض الشعر الشعبي نحن قبل ذكرنا موضوع الموروث الثقافي المنه المفردة المحلية دي وإنه يصلوا بها للقومية. فالآن الناس اللي بتكلموا عن شعر وسطي كده أصبح بالنسبة للبعض من النقاد إنه الشباب ما بيحملوا المفردة المحلية. أكيد سمعت أيوة أيوة الحوار ده يعني اتقال كثير والناس اتكلمت فيه كثير يمكن ذاتي في حلقات كثير اتكلمت فيه. لكن أقول لك ملخص الحاجة دي الناس قاعد تقول إنه سبب التشابه إنه الناس عايشة في 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 وسط دع مدينة وبتعاطوا حاجات ثقافية بتشبه بعض سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو كذا وكذا أو حتى الحدث اللي بيحصل زي ورقة الامتحان بتوزع عليكم كلكم وانتوا بتحلوا. لكن ده أنا ما شايفه سبب يعني وجيه للشبه الموجود في الشعر. الشبه الموجود كسل فني من الشاعر. الكسل الفني ده سبب شنو؟ انك انت ما مراهن على الشعر ده كخيار اول انه يخلد اسمك. يعني الشعر معه حاجات تانية شغال في حاجات تانية. طيب الحاجات دي عادله شديد انك انت طالما انت الحاجه ما منفرغ لها ذهنك تمام ما عملت فيها كل جهدك الروحي والبدني ولا ما حد قد فبالتاكيد بتبقى لما مطارفه ده الزول اللي ما عنده بهايم هوله حقته لكن اللي لقاها مطرفه بلمها على امراه وده زول ما راعي حصيف ما زول مجتهد ربه عشان يعرف دي خديره ودي حميره ودي حميره بيت فلانه يعني بهيمته دي يقدر ينسب لك. الشعر ذاته نفسه بهايم يقدر هي بهايم روح بهيمه حقت روح بترعاها يوم ورا يوم وتحرسها
لحد ما تبقى. طيب بتطبحها لكن في الاخر لا ما بتطبحها على الطبخ ما بتطبح دي بهاي مغرس يعني بتعيش عمرها كله وبتسمنها. الحاصل انه قلت في كسل فني. الكسل الفني دخل الناس انه نزار كتب 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 مثلا كتب عن بنيه سمحه ظهرت في الفيس مثلا. انا جيت طوالي لقيته كتبتها بقى الموضوع واحد اللي قاعد نكتب فيه. علما بانه نحن السبقونا في الادب وليهم التحيه والتجله كلهم كانوا قاعدين لكن اي زول يعني قدال طعم مباراه حميت طعم مباراه ازهري طعم مباراه الناس دي كلها طعم بري ليه؟ لانه اي زول جبد من منبع خاص به من منطقته المنطقه هي اللي بتجيب السحر. انت لما تجيب منها بتجيب السحر. طيب يعني احنا بقت عندنا يعني مدنيه صعبه شديد يعني ماشي تمسح شكل الحياه السودانيه الزمان. ليه؟ لانه اقرب لاستلاف ثقافي نحن بقينا دارين نعرف حق البره. حق البره ده خلانا كلنا نتشابه في المدينه. الحل الوحيد ما حقول للناس انه ارجعوا الريف لانه الخرطوم ذات الناس قاعده تطفش منها. لكن انا بقول انه الادباء المعنيين بتشكيل ذاكره الامه هم اي زول يحرص انه تراث اهله اللي حفرينا منه يجيب خط. والاعلام الان متوفر يعني يمكن الناس تسجل في القناعه الداخليه للشاعر نفسه ومدى فخره بالحاجه حقته تماما. طيب هي بالظاهر كان في امثله كبيره جدا الاستاذ يعني صلاح احمد ابراهيم كان ظاهر في انه هو بيكتب الفصيح بسودانويه عاليه. صحيح وميل لاصله. انا داير برضو تعقيبا على كلام ابراهيم بالنسبه للجهه المنطقه الشماليه والثقافه المحليه هناك نصر تدلي بدلوك يعني. انا يمكن ال 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 اتهام ابراهيم في انه هو كسل فني انا ما كثير كده حمشي في الاتجاه معاه يعني. طيب نحن هي ثقافات في النهايه. الشاعر ده هو مجموعه من الثقافات قادره تشكل القصيده. مضامين الشعر ما اظن مختلفه كثير. هي ان كلنا لافين في احاسيس واحده يعني. البنيه السمحه اللي ممكن تشوفها في الفيس تكتبها هي ما البنيه براها اللي حددت مسار للشعر. هي كل الاحاسيس الرابطانه ب كان العاطفي كان الوطني كان البلد كان المناسبات المحددة. في النهاية بنتشكل في طريقة محددة للإحساس لكن تعبيرنا عنه بنختلف. إبراهيم من الغرب يجيب مفرداته ويتكلم عن نفس البنية. نزار بالذوبيت ويتكلم عن نفس البنية. يبقى البنية محور نتفق أيا كان شكل. ده ما تشابهنا. تشابهنا في استخدام ألفاظنا اللي بتعني مناطقنا وسردها شعريا. طيب الثقافات لكل شاعر. في شاعر من الشماليه ده قاعد من يتولد يتربى قبله وقعد قبله مع بهايم ومع بقره ما اتوقع منه حيكتب كلمه محدده هنا عندها علاقه بوسط السودان لانه من بلده هو قادر يشكل مساحاته ثقافته محدوده. الناس اللي جو جامعات الاقي نزار يجيني من هناك يغير مفرداته كلها. ما هو معي الفكره ما تغير مفردات لانه هو تمثيل مع ملامح الثقافه اللي انت او منطقتك. انت عندك شعرك لكن بتبقى شنو التلاوح العام للثقافات اللي انا بسمعها من كل الشعراء ديل قادر تشكل ذخيره شعريه محدده. ايوه الذخيره الشعريه دي شامله فيها شمالي تبي كل الشمال القاعد تلقاه بتمشي في حتات مختلفه جدا قادر تلقى لك كلمه بفهم او 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 باختصار كده. الان انتم بتقولوا المحليه القوميه العالميه. لما استاذنا كدك له التحيه لما يقول عنده قصايد قاعد يقولها بتلقى انه غير سودان غير شايقيتنا زول في بعض المفردات وحميد له الرحمه والمغفره ما في زول بيقدر يفهمها قاعد عندنا. لكن لما اتكتبت بمفردات اخذت مننا لكن فيها شو من الوضوح بدت اغاصي السودان. استاذ محمد النصري كامثله اول الشباب او الفنانين الان بيجوا من كل ما في شاعر ما في سوداني شايقي قاعد يحضر محمد النصري براو كل السودان قاعد يسمع محمد. ليه؟ لانه المحور حق المفرد ذاته بالثقافات الشامله للشعراء اخذوا جوانب كثيره. انا من السودان يقدر ينقل انا قعدت في الاغاله المحليه لتبقى ثقافه وسط ويسمعوها بالضبط كده. من الشمال انا في النيل الابيض قريت الثانوي تحيه لنا كنا في النيل الابيض. دي مرحله جيت جامعه السودان دي مرحله من الشوايق كلها كونت ذخيره تختلف تماما عن الشخص اللي قاعد في الشماليه اصلا ما طلع ما مشى كانت شكل كتابته مع بقر ومع بهايمه. لكن احساسك بالكتابه ما بعد ده ما بيغيدك بانك انت لازم تصطنع من محليتك. لازم كل القصيده كل شعرك يكون في الاطار ده. انت قادر تكتب انت كشاعر قادر تكون متنوع لكل السودان. الفنان اللي غنى هناك قادر يكون شايقي وقادر يكون من ناس الدوبيت وقادر يكون من كل السودان. صح. نحن
لكن يا نصر الدين الكلام ده يعني نتكلم عن الشاعر عموما، لكن لما نتكلم عن مسؤولية الشاعر الشعبي أول أغراض ذاتها للشعر الشعبي واحدة منها إنه الاحتفاظ بالمفردة المحلية كموروث وحتى الوصول بها. يعني أنت بتتكلم عن حميد، حميد باللغة يعني اللهجة المغلة وصل للقومية، يعني ما شكل لغة جديدة. وحتى الحديث عن طيب صالح مثلا وصل العالمية بالإيغال في المحلية، يعني فنحن الجانب نتكلم عنه. يعني بالتأكيد المفردة اللي كتبها والشوراني والصادق والدامنة وغيرها ما هي اللي بيكتبها نزار اليوم أو بيكتبوها الشباب في الجيل ده. فعايزين نتكلم عن الجانب ده، إنه أنتم مقدرتكم الاحتفاظ بالمفردة المحلية، لأنه كثير من الناس بيعرفوا يعني دي معرفة، والشباب يعني ومعرفتهم بالمفردة المحلية وصولا بها بمحليتها للقومية، ده نحن اللي عايزين نتكلم. والله شوفي هي اصلا يعني انا بفتكر انه الشاعر ابن بيئته، وكل جيل له مفردته. المفردة اللي كتب بها والشوراني والصادق والدامنة وابراهيم الفراش ومجموعة من الشعراء، هي دي مفردة في زمنها، وكانت بتستخدم فيها حاجات قاعدة في زمنها، لكن اليوم الحاجات دي ما في. فأنا كشاب من يعني جيل اليوم بكتب بالشي اللي جيته أنا في 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 حياتي، بستصحب معاي بعض الحاجات حفاظا على تراثك وهويتك السودانية. لكن أنا ممكن أجي أكتب لي مصدر في قعود انا اقول مسافر بو بربر، وانا اصلا حسافر يا بي بص يا حسافر بالقطر صح ولا ما صح؟ القعود ايش؟ القعود ليه انا قبل المشاهد الكريم ده له زاد المشاهد الكريم ليه انا قبل المشاهد المشاهد الكريم عاد القعود يا ناس القعود في جزائر شندي مولود. يعني يلا انا اذا جيت كتبت انه انا مصدار بالقطر يمكن اكون صادق، لكن بغيره او بالبص ممكن اكون صادق تماما في مفردتي وحاجتي اللي انا بكتب بيها، لكن حكون متصنع لو كتبت بانه انا قايم صح بزامله صحيح. هي معلش استاذ ياسر لتعقيب على لكلام انه حميد قدر يصل. حميد كان عباره عن سوداني، كان عبارة عن سوداني في شعره طبعاً. سوداني يعني شنو؟ يعني هو حتى الثقافة المحلية الـ 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 الشعبية لكل السودان الريف السوداني كان في حميد، يعني كان هو عبارة عن موسوعة له الرحمة والمغفرة متجولة، فكتابة القصيدة عنده قادرة تهبش كل السودان طبعاً. لكن كتبه بلهجة تهلو، لهجة تهلو لكن بكل الطريقة حق الطرح المفردة. أنا أقدر أوصله أنه حتى الشاعر ما هو يخلي، انا قصدي انك انت ما بتك زي ما نزار ذكر انه انا بلقى احداث محدده الليله، المفرده حقتي قادره تكون ساكنه في شعري قاعده، وحتى القصيده كامله ما في قصيده ما بتكون فيها ختم لمفردتك قاعده جواها ما في، لكن زي ما قلت ثقافاتنا اللي قاعده تتنوع دي قادره تشكل تماما في 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 جو في 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 طرح الشعر ووجود يعني صح. طيب احنا بنحل القصه دي كده، نبدا بقراءات امتثال دارين نماذج كده شعريه نمر علينا كلنا. اللي عنده الهوى غير الله اللي يمسك نسيم غباره، والمالك الخلي غير ربي اللي يحشرنا ست فوق ناره، غير الله الكريم والجاية من أغدار ما بيا ذاك زور خليل يسوي قراره صحيح. نظف صفحتك لا دايما لا بتسود، وقدم كل جميل دام العمر معدود، الشر يوم يكون للخير دوام مردود، والشوق برضو مرة بتلقى وسط ورود، والمال جيته في مرك حلوك ما بخصه، والبصهر وقت مصلحته أبطر قصه، إن جاب طبطه في حيطة خواك لا ترصه عليك، لو كان حريص قالوا الحريص لا توصه، وخلا ما رفع وقعت أخوش النفعه، والباعك تبيعه برضو أدو الدفع، مالك بالرفيق العقل لسه في يفعه، والراميه الله ده ما بسند الرفعه، وخلا وكعب الزول يعض الإيد وكت يتمدى، وكعب الزول وكت سيئاته ما تتعدى، إن الجسر الممدد للصداقة انهدى، ينخرب العمار خليه الرهيف ينقد، عز نفسك براك أوعاها تبقى زليلة، خليك ليها نبراز دي ما أبقى دليلة،
أو عاق توهبة لناس مهدد حيلة قالوا بجلبغك الما بعرف الشيء لا. يا سلام. والزمن الحرن لابد يطاوع على العاص ومهما الزمن الحرن لابد يطاوع على العاص ومهما اتزل لابد يلاقي خلاص المبهول ليه ما برضى بالأنصاص والعنده النحل ما برضى بالمغلاص واتزن استغم خليك ميسور حال ونفسك عزها لا تعلم الإزلال أو عاك تفشى سرك البصون وقلال ولا تباري النميم قالوا اللي بيجيب لك شال ولا تباري النميم. يا سلام عليك. يا سلام عليك. طوالي ناخد قراية نصر. وسلام يا ناس بيطيبة الحلة الفاتح عليه إن قاية حامد ولوبايا تمون الشار بقران من جدول صالح ومن من قاية فاطني وطين الجرف اللخدر وحوض جرجير عثمان الخضرة وظاهر سلام وصوت عثمان الجاي مغبرا وحس يكورك لإسماعين وإسماعين الولد الواحد إسماعين بيطبعه يكاجر يمشي يساهر لا من تصبح وعارف إنه التتك باكر وبرضه ينوم وتغلب القومة وعارف أبوه براه يعافر حس المشرع حس الشفح فوق المشرع والبنطون راجنه جماعة وقالوا سقالته مهدم وضم عشان الكبري الناس خلوه وسع ذاته الكبري مكسر ولسه يحاولوا ما عدلوه حمة خير بيغادي يكورك حس الموية مطول قاطعي وناس الحلة عطاشة إيجاد وقالوا المشكلة في البابور ونقصت البحر جاتنا كمان وكان البارح سوق تنقاس الناس مشغول وما هو كثير يتلموا الناس ودريب الساقي عجاجي وجوطة وحاج وصالح لام سلابه وراجي الناس وساح تتأخر ورسل ولده مبارك ليهم وجاه مبارك قال له أبويا هديلك ظهروا علينا سراعي نجار وقبل الغيبة الساعة عصير من تال الحجرة مراكب جاي وكم كم سمكات في الشبكة اللي فيها وداك سماكي معبلك شعر يا مقدف وعرق الموية موقف حال وصوت طنبور نغمات حنيني يجيك معطونة بلهفة عاشق ليه بيتخال البت الزين الحشمة الزوجة السترة العفل فهم العال وصلوا محمد قبل سنتين كلم خالته بريدت بتها خالدة وذاك اليوم دموع انكبت وغطت لون الفرح جاهم داخل وكان يتذكروا مريم أم محمد وعمت خالدة رحلت قبال عام من عام أول وخلت لون الحل سواد كانت خالدة كتومة شوية وما بتتكلم إلا محمد كان تاج راسه وما بتريد في الدنيا خلاف وبعد المغرب ناس خلف الله ولاد الحل تلملم وبرق وصاد الدوم الوسط الحل وحس الونسي وضحكة حامد أصلها واضحي وما بتندسى ده حال الريف يا ناس مدعافي وزين متصافي وما في ما في عداوة وفيه هداوة تفوت الحد ده حال الريف يا ناس مدعافي وزين متصافي وما في عداوة وفيه هداوة تفوت الحد يا سلام يا سلام بك العافية يا سلام زار والله يا أخي رجحتني للريف أرجع ليه نهر النيل وليه بربر وليه أهلنا في القنبرات ليه ونالتحية ليه مفردة فقال البنوت جمال يا خلق محنة والما بيه نهقل من غرام ومحنة كم شاعر موقر في خصال غنى ربنا يرحم الهام بجمال وجنة سمحات فطرة واجمل منهم معدوم وفي الجبرل خاطر وفي الشقي ومصدوم القصد انهلاك بينتهي وما بدوم والخانق والعشق ما بتنفع مدلدوم أنفس وغلى من ذهب بقمر والعقدة والحسن عليهن بالهبل واللكدة واويل اللبن وسخن له المقدة عين الرادن النام التنوم السقدة ما زين العشق قل لي كيف الشورة في الريدة اللي بتمرض وما توجد دكتورة من الريدة الجميلة الدابة تمت دورة جنيت واندلهت وحالتي زايدة خطورة يا إبراهيم أخوي شفت العلي ماك سامع أنا ما كنتني ستريد مخديدا لامع الخلتني ساهر وطرفي باكي ودامي عزت الحلة بيل عمدة وإمام الجامع يا كارور أخوي نبض الصبح مطباطي أسباب الغرام في الدواخل صاطي البانيلة في القلب البريدة قطاطي العطر وعت النيل المعانق الشاطي يا سلام تاني شنو؟ والله راح والله ما خليت شيء والله ما بنخليك يا سلام البانيلة يا حليل سمحة البسمة التضوي بروقة الشم
في خدود ومن ثناها شروقة الشاوين شوقة ونغجلتني حروقة طلعت يوسفية ويعربية عروقة أطلال المحبة اللي قانت نادي مفتقداك يا نغم الكنار الشادي أشواق البنات لم في القليب الصادي حنلك حنينها للغبش للرادي كل ما قيف عليهن بالدموع يتبلى واسرح حيلي خدر والفكر يتشلى يا صاين غرامك وعنه ما بيتخلى ما نقايل بفارقك والزمن بيتغلى أنا المازياني بيريدة وغوام الفارع ارمي الحاضة فرتاك الصفوف البارع يتبهدل قليبي ويا حليل الوارع الله يصبر أقدام المزاز يا الشارع بلاك العيشة مرة ويا موايق زلة ومطرطش موهدة بلا أهل لا خلة مما فت يا سمحة وهجرت الحلة روحي عليك حزنت واحتوتني العلة شوق اللي عيونه وطلته ومحياها وللبسمة اللي بتنزر بالمطر من فاها أربعة يا خلايق بشكي من مرضاها بعدها والمغايس والحزن والآها يا التريان عفة واحترام ورزانة بعدك نار وقاسي وبيلهيب أزانة أنا والنجم والقمر البلال حزانة في البكا والقصايد والتمني عزانة الحياة والتعفف والتواضع زانة والوسم اللي بيخطل في الربيع أمزانة قبل أن أبقى سلت مهملات لحزانة ترمي وجاع فيني وأدمني أوزانة يا اللي جرحي بيطيبة لهيجك حايكة فيك براءة الطفلة وتغاكي ملايكة ما دام القمر طلعوا الخواجة ولايكة ما بالحق جمالك يا دروبك شايكة أجمل أغاني بينمي القلم خطاها فوقك يا جمالك بالدرر غطاها وحات العل غامتك وحاشة ما وطاها بيريدك متي ملاحق ما طاها البيريدة والصد الكثر عاقتنا ليدرب المواجع والمحن ساقتنا يا الفيدرو بغرامك كل محل لاقتنا رفغا بينا اتحملنا فوق طاقتنا رفغا بينا اللهم لا تحملنا ما أنا غايته قبالتم تقولوا كلامكم الدارين تقولوا هي كلمة حق في 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 نزار سراج أنا ما حصل سمعت نزار ده وتمنيت يسكت على الإطلاق جميع والله أيوة يعني بحس الشعر زي شلال المويه بس صح. مندفق وما في انت ما عندك اي في انسياب بعدين نزار ما بتصنع الحاجه اما زنقتها بكتبها يعني موقف انت عبقريه والله خاصه كده خلينا نختم الفقره دي معاك ثاني فضل فيها شيء طيب لانك تنسابين انت زاد كويس هسه انا اقرا لكم شنو دارفور ايوه دارفور صح طيب دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم شوف القبائل شت في لمة المردوم وبنية كم طاشر ذات الحشى المبروم ولدا من الفاشر غناه حلاوة لكم أم خشيم حليب أبقى ليك عون كليب أم خشيم حليب أبقى ليك عون كليب الوارد الحفير أبقى ليك الدريب بريدك حارنا والله شقش فريك الدلا شق الحفير القامت منك ويز الرملة بريدك حارنا والله شقش فريك الدلا شق الحفير القامت منك ويز الرملة قل لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي قل لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي عطشان قلبي ودمي من ريتكي ما بتخلى ما بتخلى من ريتكي ما بتخلى ما بتخلى من ريتكي ما بتخلى حجيتكو ما بجيتكو إن شاء الله يوض طيبين ناس الخراتيم هوي إن شاء الله يوض طيبين بلدكو زين وسمحة وناس سطب زينين أنا جيت بدور الونس بالغرب أقول أنشين أنا من تراب دارفور أسمر لساني هجين مريوم وصم أمي طيبة وكلام حنين يا حالات تبقارية نقرابي في الخدين وقتين تقول والضمي شطر الضهار بلين
حتى الرشاش الفزة فارق ترابنا سنين تلقاه بشر وهزة رمى البرم في الطين تلقاه بشر وهزة ورمى البرم في الطين وانا امي حالي كلامه دمعت فوق العين للواقع هل الزامة للعم يشوف العين للباكي هل بسامة سايم الفرح بدين ساحة الدواز حزامة ماها المرل بين بين كل العين هي عين يا أمي زيكيين هي كل العين هي عين يا أمي زيكيين وأبا أبا من دارفور بلدا رجال نسور هل شفت لوك نسور حاحوها بالزرزور شينين وتغيانين ويكتين عدونا يزور يا سلام. وحرابنا أقلامنا بيهن كتبنا سطور الدم وكيت ميفور بيصبح حبر من نور ده الدم وكيت ميفور بيصبح حبر من نور ويسطر التاريخ يبرك اسم دارفور يا كاتب التاريخ أسأل تراب دارفور بيوت دارفور شدر دارفور طيور دارفور وكت طارت عيال الزغب جوا السور بتكتب بجناح مكسور وريش منسور نموت نحنا على المحنة وتعيش دارفور نموت نحنا على المحنة وتعيش دارفور نحنا الغدر ماهلنا قطب ما بنقتل المعذور سمر سمارنا عجبنا يمين طلت عيالنا بدور وهذا الراس كمان قرقد وقرقد ساي قرقد ولا برقد أسود سواد ديجور أفطس وما بندس زي الجبال مغرور نزرع وما بنقلع ما درنا حاجة زول قلناها للبسمع نحن المسنة بقول هي لمصلم بويتي وكدكاية داك حق زول هي لمصلم بويتي وكدكاية داك حق زول وحجيتكو ما بجيتكو أب الكبير حجانا عيال بنات لمانا عيالي هو يا عيالي زمن المرافقين جانا ادوا الهميلات توا الجيش خبروا بكانا ادوا البقيرات توا الجيش خبروا بكانا أب آدم نطة حمر عليه وقال إليكم الأخبار جاب بهارونك الألم في الخربان حمور ولا تذروب تورب قرونا فوق بخرة عجبانا كذلك الكرتة الكرتة بقرت إيسى حلابة إلا تإيسى والخضر إجلت موسى النافرة زي جاموسى البارهة مفقدا ما عرفنا وين رقدا فزعنا في الجيزان هناك بكان أكلا تحت الشدر رقدا ودير ريهات ما في وما أظن شردن يشردن كيف هن يتولدن في الجوز في الجردود بقراتنا يتولدن في الوادي في الدنكوج يتولدن حلبا أبا هوي أبا بقراتنا يتنقدن المرفقين نقدن وأبا لسه بحجي حجيتكو ما بجيتكو نص الفريق لمانا يا ليهو يا إيالي الله الكبير سوانا زينة السمر سمانا فر الغيوم غطانا من ألم صافي سقانا منزل الذي غشانا سرق الحلم صحانا صبحنا بالجبخانة مسانا بالجبخانة فطرنا بالبازوكة زي التقول مفروكة بالراجمات غدانا منزل الذي غشانا شيلوا الهاون منزل الذي غشانا شيلوا السونكي قدوا الدونكي شلنا السونكي وتاه قدينا الدونكي المسراب روانا في يبو قضب والله العطش كتلانا منزل الذي غشانا شيلوا الهاون هدوا تعاون شلنا الهاون تيفك توف هدينا تعاون مدرستين وكنتينين وكم شفخانا ذنب المدرسة هل خلانا ده البارانة بكانا بكانا الطبشير بقلب النبيض كيف حيسامحك الجبخانة في ذرات وحروف مسجونة باكر تكتب ضد سجانة بال الشفع ممكن ينسى الطابور الجوط الكبسة الغنوات المات انهسة الطعمية مطعم طاعم جو حلوقهم صارت غصة دافور الكان بيريدهم لام غبار لبعض الحصة إلا الشفع ما ظن تشفع للغشاهم بالجركانة وكان ماليها حلاوة سمسم وجو السمسم دس الدانة جو السمسم دس الدانة هوي هوي والضمي هوي 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 والعمي هوي شلخوني مين بتطمي بتطمي شدرت همي كاتوني فيه بدعمي يا روحي كيف تنجمي ما دام بنيت خالي خالي الرويح طف أمي قتلوها دنيا مغارب طف الشموس في نمي قتلوا الغناوي الطاعم قبالي يضوق فمي فتنوني فيه والضمي والضمي فات خلاني والضمي هوي والضمي والضمي فات خلاني وانا ضمي أصبح ألمي سيت لك كلاشنكوف الخوف بيلد الخوف نشن علي واضرب في إيدي في رجلي وعاك من الجوف الجوف زريبة القلب وانا قلبي ساعي الحب حبيت ولد امي رماني جوا الجب حبيت ولد عمي اعلن علي الحرب وانا يا ولد امي خايف عليك ملهوف بكره القيامه تقوم والناس يقوفوا صفوف انت البراك محزون انت البراك مكسوف بيننا الصراط ممدود ممدود كحد السيف بيناتنا لبن امي ودمي الصبح المي سيت لك كلاشن خوف اقتلني هالسعدي وانا لسه في وعدي ما مد لك يدي يدي اللي بتكتب دي يدي اللي بتحلب دي يدي اللي بتزرع دي يدي اللي بتفزع دي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي ان العمر ساعات لحظات بتعدي لكن مهما اكون صادق ولا حاخون انا زول قدر وعدي وانا زول شبه بلدي لبسناه فرنجي
طاقيته حمراء هذه لبسناها فرنجي عكازي في زندي، وانا زول قدر وعدي، انا زول شبه بلدي. يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي، يا ربي اه يا رب سلم ولاد عمي، وانا يا ولاد امي انا هسي، يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي، وانا هسي بيد امي باخر انفاسي بكتب غنا بالحب. يا اهلي يا ناسي دارفور قضيه حب، كان زرقا كان حمور، كان عرب كان فور، زغاوه سابع دور دارفور قضيه حب، كان صمو كان هاجو، كان برقو كان داجو دارفور قضيه حب. عجميها رطانيها عربيها او زنجيها، هم اللي بخبروا الفيها الفيها والما فيها، ودارفور قضيه حب، والحب عطيت الرب. ارفع ايديك والضم، ارفع ايديك للشم، الدم بحل الدم ومعايا اقول يا رب. ارفع ايديك والضم، ارفع ايديك للشم ومعايا اقول يا رب 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 يا رب. بعد القصيده انا ما عندي حاجه اقولها، عندنا فقره جايه كمان، نمشي فاصل صغير ونجيكم راجعين ثاني، انتظرونا. مرحبا بكم مشاهدي مسجلات، وفقرتنا هي شيء من التنافس اللطيف، يعني احنا بنتكلم عن الشعر في قوالب مرنة. عندنا صورة هي موجودة للأربعة شعر الموجودين معانا، الفقرة هي صورة وارتجال، فهم هيكتبوا على الصورة ما يتبادر لذهنهم في اللحظة خلال دقيقتين. تفضل يا انتصار، تفضل نزار. ممكن تكتب الصورة، عندكم دقيقتين اسمع منكم. أثناء ما بتكتبوا المشاهد حيكون معانا وشايف الصورة على الشاشة، هي دي الصورة الموجودة البجراوية، يمكن نحن دائما بنتكلم عن الحضارة السودانية والسودان أصل الحضارة، فهو المطلوب إنه يكتبوا على البجراوية. المدة الزمنية تراوحت بين دقيقة ونص ودقيقتين. هنسمع الشعر معانا طلعوا بشنو، وكل واحد إحساسه كان شنو. تبدي لنا يا امتثال. أول حاجة نازل مبخرين. قدو قدير غايت، أنا شاكة فيكم مبخرين. نسمع شعر الصورة غايتو من ناحية الصورة يا داب شايفينها كل حاجة، كلهم يا داب شايفينها. أنا شفت الصورة داخل يعني كل الناس والله شو هذا تفضل. سودانيتنا اللي فيها هي انا والله كتبت ما واحده بتقول اسال عننا تاريخ اصاله ودين، اسال عننا موروث عريق ومتين، اسال شان كمان تعرفنا نطلع مين، حاجب مين قديم ما بتعرف فوق العين. يا سلام يا الله عليك يا الله. ترى بنوري ومروي إهرامات الشوق في ذاتنا أصالة، تحكي زماننا حكي تحكيه عيون بالفرحة لأغلى حضارة، بريدك مروي وبجراوية الشوق يا أغلى منارة، كل الغبش يتنافسوا فيك وإحساسهم فيهم قادر يمسح أعنف غارة، مروي حضارة مروي حضارة نوري براها وشوقنا يسوقنا ويفتح باب للفرحة يضوي مغارة، مغارة البركة والإهرامات وإهراماتنا اللي فيها حضارة، مروي حضارة وإهرامات. يا الله يا الله عليك يا سلام. طبعا اول حاجه يا عزيزي المشاهد، انا زول بقاري ساي، يعني موضوع تجيبوا لي الـ 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 الاهرامات والحاجات، احنا بنقعد في حته الليله هالي بكره بيرحلوا منا اصلا، ما بنغنى على الشفت على البلادي من الله، لكن بجاملكم يعني ما بمرق منكم ساي. انا غايته بشهاده خاصه، رافقت ابراهيم في رحله للبجراويه. نعم هو عارفه كويس. نعم والله طمنتك حلو. البجراويه اسمع الكلام ده، انا دار سراج همتك فينا المربوع سمحنا ودار الخمق. البجراويه جمالها ما بتغارن، يا اصل الحضاره فيك الحروف تبارن، يا سلام دي البلد الحجار ابرارا، كل ما اشوف عيني بالدموع تتقارن. يا سلام عليك يا ابراهيم. نزار نزار، احنا وقفنا بالمناسبه جيبك دعاء. لا لا، انا دار اقول لك حاجه، انا والله جيب القلم والله لا، فطر القلم
لا مبخر ولا حاجة. أنا بس عشان المشاهد يكون شايف الصورة. الصورة معه على الشاشة. وأنا قبل كتبت المربوع عكس. فنزلت عشان أنا أقراه مع الصورة صح. والصورة موجودة على الشاشة أنت. الصورة طالما موجودة على الشاشة أنا جاهز. يا وطني بعزك ليك مني سلام وبهدي لك قصايدا بها عزك دام. فيك سحر الطبيعة فيك سحر الطبيعة الما بيوفي كلامه في دل صورة بانت هيبة الأهرام وفي دل صورة بانت هيبة الأهرام. يا سلام يا سلام تحية لكم وتحية لكل الكلمات النابضة أصلا وحضارة يعني منكم كلكم. هنرجع لآخر فقرة في مساجلات اليوم هي مساجلة أو سجال. جيناكم في فقرة السجال أو المطارحة الشعرية بكل بساطة. معنا فريقين إبراهيم جابر ونصر الفحل. نصر الدين الفحل هيكونوا فريق ونزار السراج وامتثال هما الفريق الثاني. مسموح بالدارجي، مسموح بالفصيح، مسموح بالقطع الأخضر، ما عندنا شروط، لكن بنحبز الشعبي الليلة. أنا بحبز ما تقوله تيسير. تيسير اختاري حرف واختاري فريق بدأ. طيب نحن نختار باليمين طبعا وخلونا نبدأ بالألف كمان. أرجع لي ورا ساس الجزور والعائلة تلقاه الكرم دفق جداول السايلة مين شندي الجزور وأنا هسي فيهم قايلة يا عز يا أهل دونكم سماي أنا مايلة. لام ها مايلة لام ولا لام لام ما هي لام تاني لازمك في هواك مرشجين ولا هم طبولك ها لام تاني فتش في محطاتي وحوم عبر المساحات خاوي وليه اصل المحطات اللي بتربط شوقي بشوقي اشوفك اشوف صبر القليب اشوف صبر المحطات طاوي اشوف صبر المحطات طاوي. طيب ننحاقي في طاي واخذ الياء الياء. يا زهر البريدك ومن عطورك فلي مشتاق لك تعودي وفي سماي الطلي من لوعة فراقك وعذابي وزلي بقلي الطيف كبكي وبيك ونص ضلي. يا سلام يا امهو حددت لحق يا زول. يا انت قلت شنو؟ يا يا انت ما قلت يا؟ طيفي؟ ها؟ طيفي ما قال يا؟ انت قلت يا؟ تبدا بالياء طلي يا يا ايوه ايوه يا امهو حددت لحق قبار ريحت تحصلك يا يمه هوي بحرين حرب قبالي يجيك وينهلك. كاف كاف كع لا والله العظيم كاف دي ما تشويش شديد. كيف بتأدي نوافلك أول وانت الأصلاً تارك فرضك وانا في عرضك. كاف كوني معاي كوني معاك بهجة على القلوب تنهال وإني سواك دون عينيك ودرام مسجب الإهمال. انت وين يا غايبة؟ بدت بشيء؟ لام 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 لام؟ أيوة خانة تشغل نفسع منك ما كنت قلنا كاف تاني جيت لام؟ ها؟ لام ما عندي لام صعب طوك كده تلقاني بلسة في الوجع تلقاني ضي لو مر نورك ما سطع أمرق عليه بر الأمان وأنا راضي في نارك أقع أملاها أيامك حنان رضيان شقايا ملاني لي حد الشبع. شبع الله عيني شبع عين عيني ما شافت عيونك لما شفتك يا عيوني ما عيوني بجوع عيني وكيف تشوف عيني عيوني 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 يا 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 مطفف الكيل في الغرام أنا عندي في عقول وداد لو ما يزيد ما تنقصه ويا رامي قلبي ورازة نازين الكفا سجان يا رامي قلبي ورازة نازين الكفا سجان غرامك أنصفه ويا بايع القلب الجبيلك احتواك لو أنت ما شاريه ليه بتبخسه واو واو وأنا من غرامك لي حول لسه الرياحين والزهور لسه بتزغرت في حبور زيت تقول داري لصقا في اسمك المحفور على خرطة يدي
بيدي انا تعادلت عندي كفه اليدين الليله في فقره الليله هذيك الزمن حنجيك اخواننا اخواننا مغلبين اخواننا ما كنت فاهم الموضوع انت فاشل والله العظيم احنا لهذيك الزمن النتيجه حناخذها باللي حصلنا عليه لحد الان والكفتين مساويات لانه الشعراء في جميع الاتجاهات قدروا يردوا على جميع الحروف انا شاكر جدا لكم فردا فردا نورتونا شديد حلقه الليله قاعد حلقه جميله شديد بكم والله وشرفتونا وبحيي الجمهور الكريم من هنا نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه صح نشكر كل الضيوف اللي معانا شكرا ابراهيم جابر شكرا نصر الدين الفحل شكرا امتثال عبد الله وشكرا نزار سراج وكان حديثنا عن الشعر الشعبي الشعر الشعبي حاولنا نمشي معاه في دروب مختلفه نتحدث عن الموروث الثقافي عن الحضاره عن المفرده المحليه ووصولها للقوميه وعن الشعر الشعبي لاي مدى يمكن ان يكون وعاء يجمع السودان بنبضه واحساسه للوجدان السوداني والثقافه السودانيه هذه تحياتنا وفريق العمل في امان الله We'll be right back.